السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عيدان، قناة وصفات عيدان. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. كنرحب بجميع المتتبعين والمتتبعات اللي انضموا لنا مؤخرا. مرحبا بكم وألف مرحبا، وكنرحب كذلك بالناس اللي كانوا معايا من هذه شحال. مرحبا بكم. كنعتذر على الفيديو حطيته وعاود سوبريميتو لأن كان مشكل في نوعية الصوت. كنعتذر منكم البنات فقط لأنني غيرت مؤخرا البرنامج او البروغرام ديال المونتاج اللي كنخدم به، وبالتالي وقع فيه بعض الخلط، ولكن دابا رجعت البروغرام ديالي القديم. كنتمنى منكم انكم تعذروني على هذه المساله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد المشروب خارق، مشروب بالنسبه لي انا كنعتبره مشروب سحري لانه حارق للدهون. هذا المشروب البنات مشروب كيتكون من مواد اللي متوفره عندنا في البيت ديالنا، مواد طبيعيه صحيه 100%. الا ما نفعتناش ما غاديش تضرنا. هاد المواد اللي كنعطيكم الريجيمات او المشروبات فهي مجرد تجريب 100% من خلالي، من خلال أصدقائي، من خلال عائلتي، من خلال جميع الناس اللي بطبيعة الحال كيتواصلوا معايا وكي نعطيهم هاد الوصفات واللي كيلقوا عليها نجاح باهر. كنتمنى يكون الأمر كذلك بالنسبة لكم. اسمحوا لي لا طولت عليكم في المقدمه، ندوز مباشره للمشروب اللي هو كيمكن لنا اننا نفقدوا حتى 3 كيلو اسبوعيا. 3 كيلو اسبوعيا بنظام اكل عادي. اما الى قمنا بربطه مع جوج ديال النقط مهمين فبطبيعه الحال كتولي النتيجه اعظم، ممكن انها توصل حتى ل 5 كيلو اسبوعيا. هاد النقط، النقطه الاولى هي تحسين نظام الاكل او تعديل نظام الاكل، بمعنى انني نقص من الكربوهيدرات كبدايه، لان الكربوهيدرات هي المسبب الرئيسي زيادة الوزن الا خديناها بواحد الشكل غير مقنن. فمثلا نقول نقصوا من الكربوهيدرات كنعني على انني الخبز، المعجنات، الروز، المكرونه، النشويات بصفه عامه، لي كرواسون البنات، الحلويات، لي ميلفوي، هذاك الشيء كامل نقصوا منه بطريقه كبيره. ما تنقولش نحيدوه، تنقول نقصوا منه. بالنسبه للناس اللي في المشرق وتيكون عندهم الغداء اساسي فيه الروز او المكرونه، فممكن ياخذوا 3 حتى 4 المعالق، ما كاينش حتى مشكل، انما ما ناكلوش بكميات كبيره الكربوهيدرات، نقصوا منهم ما امكن. السكريات بطبيعه الحال نقصوا منهم ما امكن، عندنا الحق في قطعتين من السكر في اليوم، قطعتين صغيرتين. بالنسبه ايضا للمقليات فانا كنمنعها منعا باتا البنات، ماشي فقط في فتره الرجيم ولكن كنظام حياة، اسلوب حياة. مع ان ما نديرو بالمقليات اللي غنقليوها نديروها اون بابيوت وندخلوها الفران او نشويوها، او احسن من اننا نقليوها، ماشي فقط في الريجيم كيف ما كنقول. فالا درنا النقطه الاولى ديال تحسين نظام الاكل اللي هي اننا نبتعدوا على الكربوهيدرات والنشويات ونقللوا من السكريات، والمقليات نبعدوا منهم، فطبيعه الحال نلقاو واحد النتيجه افضل وافضل وافضل وافضل. كننصحكم انكم توقفوا الماكله على الساعه السادسه بعد الزوال، يعني 6 من اللور بلاش نشربوا غير مشروبات خفيفه، ما كاينلاش ناكلو هكا. تقنين الاكل كيكون وناكلو بطريقه عاديه، تيكون يعني شيء محبب باش يعطينا نتيجه افضل مع هذا المشروب. النقطه الثانيه هي بالنسبه للرياضه. الرياضه البنات انا كنعرف اننا بزاف ديال التعاليق تيجيوني تيقولوا لي ما تنقدروش نديروا الرياضه، الكابينه كيضرونا، كنعياو، الله يحسن العوان، ما كاينش مشكل. ملي تنقول الرياضه راه ما تنقصدش البنات شي تمشيو للصال او مجهودات او لا، ممكن انكم ديروا الرياضه غير في الدار. بالنسبه للسيدات اللي يقدروا يديروا الزومبا مدتها 4 ساعه، يديروها في يشغلوها في اليوتيوب او يشغلوها في الكاسيت او لا، ويقوموا بالقيام بالحركات ديالها لمده 15 دقيقه فقط. ايضا ممكن انهم يقوموا بطلع الهبوط في السلالم او في الدرج او في الدروج، يطلعوا يهبطوا واحد جوج مرات هي مهمه، ينقزوا على الحبل اللي كيلعبوا به وليداتنا. ممكن اننا نقوموا ب 100 نطه او 100 نقزه في اليوم، حتى هي كتعطينا واحد المفعول ديال السحر. وايضا ممكن اننا فقط غير نتمشاو، الاشغال ديال البيت العاديه، نمشيو ونجيو نمشيو ونجيو غير في الدار ديالنا، راه واخا غير 10 دقائق راه حتى هي كتساعد جدا جدا مع هذا المشروب. هذا المشروب البنات غادي نبداو باش ما نطولش عليكم، كيتكون من الخرقوم او الكركم او الخرقوم البلدي اللي عرق اللي كنقبطوه كنكونوا طاحنينو، الخرقوم نصف ملعقه، نصف حبه من الليمون او من الحامض،
جوج عوان حتى لثلاثة ديال القرفة، وباكيت ديال الشاي، باكية ديال الشاي البنات. ممكن انكم تستعملوا الشاي الاخضر بطبيعة الحال، ممكن تستعملوا هذاك اللي وريتكم في الحلقة اللي فاتت، بزاف البنات سولوني عليه، فهو كناخدوه البنات كيكونوا دي كيوسك ودي ستاند في لي غروند سيرفاس، كيكونوا خارجين على، ماشي لداخل في الماكازان، خارجين على لي غروند سيرفاس، تيبيعوا الاشياء الطبيعية كزيت ارغان، الكريمات الطبيعية، زيت املو، تيكونوا عندهم هذا الشاي الاخضر. فانا كنت خديته من مدينة القنيطرة، كنت مشيت للجولة للقنيطرة ولقيته في اسواق السلام وخديته منه، ما لقيتوش. تقدروا تستعملوا غير هذا ديال كارفور، شاي اخضر حتى هو البنات ديال كارفور، ها انتم ها هو مكتوب فيه تي فيغ سيترون فيغ، متواجد بشدة في كارفور. فهذو هما المكونات ديال المشروب ديالنا. كنعاود معكم نصف ملعقة من الخرقوم، نصف حبة ليمون، جوج حتى ثلاثة ديال الأعواد ديال القرفة، وباكية ديال الشاي. غادي ناخذ بطبيعة الحال، ناخذ البنات الباكية ديال أتاي أو باكيت الشاي، كنوضع معاه جوج ديال العواد ديال أو ثلاثة ديال القرفة، كنوضع معاه نصف ملعقة ديال الخرقوم، وكنضيف الماء اللي طاب وخليته مدة ديال بضع، البنات كيف ما كتشوفوا ها هو من بعد ما خويت عليه الماء سخون، غادي نزيد نصف عصير ديال نصف حامضة كيف كتشوفوا بحال هكا، ها نتوما، وغادي نحرك مزيان، وغادي نخليه حتى كيبرد وكنصفيه وكنشربو يا البنات بالصحة والراحة. كيف قلت لكم راه كيساعد على خسارة 3 كيلو في الأسبوع إلا بقينا بالنظام ديالنا العادي، أما إلا أسوسينا معاه أو ضفنا ليه القليل من المشي أو الحركات الرياضية، وضفنا ليه كذلك تنظيم النظام الغذائي أننا نقصو شوية من الكربوهيدرات ونقصو من السكريات والمقليات، فالنتيجة كتكون حتى 5-6 كيلو في الأسبوع. كنتمنى إن شاء الله البنات الباكية ديال الكركم الخارق للدهون، مذاق ديالو الطعم ديالو رائع، كنتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. لا عندكم اي سؤال خليوه ليا في التعليقات، ولا بغيتوا ريجيم قصيره خليوه ليا في التعليقات. بغيتوا نبداو ريجيم ديال 4 اسابيع لخساره 10 حتى 15 كيلو كذلك خليوه ليا في التعليقات. كنشكركم بزاف على الحب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم. اللي نسيت ما قلت لكمش على ان هذا المشروب هذا كيتشرب جوج ديال المرات، مره قبل من الفطور بربع ساعه، ومره في العشيه قبل ما ننسوا، جوج مرات في اليوم، خذوهم الوقت اللي يعجبكم، ولكن بالنسبه لي انا قبل الفطور وايضا في الليل قبل ما ننسوا، جوج مرات في اليوم. مشروب رائع رائع جدا كيف قلت لكم. خليوا لي تعليق ديالكم في الفيديو، واي سؤال عندكم انا جاهزه. مشروب الكركم او الخرقوم لخساره الدهون 3 كيلو في الأسبوع، وإذا أضفنا له القليل من الرياضة أو المشي والحركات الرياضية، وأيضا تعديل النظام الغذائي بسيطا، نقص فقط من الكربوهيدرات والسكريات، النتيجة توصل حتى 3 كيلو في الأسبوع. جربوه وردوا عليا.